بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتناول في هذه السلسلة من الدروس قصص أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين هم صفوة الخلق وأفضل البشرية. بعضهم قص الله علينا قصته في القرآن الكريم، بعضها جاء موسعا وبعضها جاء مضيقا، وكثير من الأنبياء لم يذكر الله سبحانه وتعالى من خبرهم شيء، وإنما ذكرت كتب بني إسرائيل أخبارهم. ولا شك أن كل نبي من هؤلاء الأنبياء وكل رسول من هؤلاء الرسل الذين يزيد عددهم على 314 رسولا، كل نبي من هؤلاء وكل رسول من هؤلاء له قصة رائعة مع قومه، للمسلم أن يأخذ منها الدروس والعبر. وأول ما يستوقفنا قصة أبينا آدم عليه السلام. أبونا آدم أبو البشرية كلها، الذي خلقه الله تعالى كما ذكر الله في كتابه من طين، من صلصال، من حمأ مسنون. ذكر القرآن الكريم قصة آدم في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل. جاء في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء وفي سورة الكهف وفي سورة طه وفي سورة صاد. وفي كل موضع من هذه المواضع يذكر شيء مخالف عن المواضع الأخرى. والمحصلة أن الله عز وجل قبل أن يخلق آدم خلق عالمي الملائكة والجن. الملائكة خلقت من نور، والجن خلق من مارج من نار. وسكن الأرض قبل آدم وذرية آدم فريق من الجن أفسدوا فيها وسفكوا الدماء وعبثوا فيها. قال الله لملائكته قبل أن يخلق آدم: إني جاعل في الأرض خليفة. فاستفسرت الملائكة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أراد الله عز وجل أن يخلق آدم، فأرسل بعض ملائكته إلى الأرض فأخذوا له حفنة من تراب الأرض. قال بعض العلماء: أخذت طينة آدم من كل أصقاع الأرض حتى تختلف أجناس وطباع وخصائص بني آدم باختلاف تربتهم، فمنهم الأحمر والأسود وفيهم بين ذلك، وفيهم السهل والحزن وفيهم بعد بين ذلك، وفيهم الحسن والقبيح وفيهم بين ذلك. لما جيء بطينة آدم بللت هذه الطينة وظلت طينا لازبا 40 سنة، وأصبحت بعد ذلك طينا مسننا مشققا كالفخار له صوت. صور الله عز وجل آدم وظل جسد آدم مسجى لا روح فيه فترة من الزمن، وكانت الملائكة تمر بآدم وتعجب من هذا المخلوق العظيم، هذا المخلوق الذي لم يسبق للملائكة أن رأت مثله. وكان إبليس مع الملائكة وليس من الملائكة، كان معهم. الملائكة تطوف بآدم وتعجب، وإبليس أجرأ الخلق على آدم. فقد جاء في بعض الروايات أن إبليس تجرأ على آدم فدخل من فمه وخرج من دبوره، وقيل دخل من دبوره وخرج من فمه، فقال للملائكة: لا ترهبوا ولا تعجبوا، إنه أجوف وربكم ليس بأجوف، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. لما أراد الله أن ينفخ الروح كان قد أوصى ملائكته قبل ذلك، قال: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ظل آدم جسدا دون روح كما جاء في بعض الروايات حوالي 40 سنة. نفخ الله عز وجل فيه الروح، وبدأ نفخ الروح من منخريه أو من أنفه، فلما دخلت الروح إلى أنفه عطس آدم فحمد الله سبحانه وتعالى. ثم سرت الروح في جسده ولم تصل إلى قدميه، فرأى ثمار الجنة بعينيه واشتهاها ببطنه وأراد أن يثب فلم تقوى قدماه فسقط على الأرض. قال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. آدم عليه السلام لما استوى واقفا سجد الملائكة كلهم له، وقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون،
يدل على أن السجود لم يستثني أحدا من الملائكة. إبليس اللعين رفض أن يسجد لآدم واستنكف واستكبر. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ وقال في آية أخرى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس برر عدم السجود، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال في موضع آخر: قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. من هذه اللحظة بدأت العداوة بين آدم وذرية آدم التي ستأتي بعد ذلك وبين إبليس. قال الله عز وجل لآدم محذرا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وطرد إبليس من الجنة وحلت عليه اللعنة إلى يوم القيامة. إلا أن إبليس طلب من الله عز وجل مهلة إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة، ليؤدي دورا رهيبا، وهو أنه يفتن آدم وذرية آدم ويوسوس لهم ويفسد في الأرض. بعد أن خرج إبليس من الجنة بقي آدم وحيدا. جاء في بعض الروايات أن آدم نام في الجنة، فأخذ الله عز وجل بقدرته من جزء من عظامه وصور زوجته حواء عليها السلام. استيقظ آدم فوجد امرأة جميلة سوية قريبة منه، فقال: من أنت؟ فقالت: أنا حواء. قال: ولم خلقت؟ قالت: خلقت لك. هذه زوجته، قال الله له ولها: اسكن الجنة وادخلا فيها واستقرا فيها وكلا من ثمارها رغدا حيث شئتما. ومنع الله عليهما أن يقربا من شجرة من أشجارها رغم كثرة أشجارها وتعدد ثمارها، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وسوس الشيطان لآدم وحواء، وطريقة الوسوسة لم يوضحها القرآن الكريم، وجاء فيها بعض الروايات الساقطة أن إبليس دخل في فم الحية واستطاع أن يراوغ في الدخول وتمكن من دخول الجنة. هذا كلام لا نلتفت إليه. المحصلة أن إبليس استطاع أن يوسوس لآدم ويزين له الأكل من الشجرة. زين له بأن قال: هذه شجرة الخلد، من أكل من هذه الشجرة لا يموت أبدا، وهذه الشجرة من أكل منها يكتسب ملكا لا يزول أبدا. وهذه نقطة ضعف آدم وذرية آدم جميعا، وهما حب الخلود وحب التملك. أكل آدم وحواء عليهما السلام من تلك الشجرة بسبب وسوسة الشيطان، فانكشفت سوءتهما وتعريا في الجنة. وعلم آدم خطأه فبدأ يخصف من أوراق الأشجار ويغطي عورته وعورة زوجته. قال الله عز وجل لآدم: الآن أنت وزوجتك لا تستحقان البقاء في الجنة، اهبطوا منها جميعا، اهبطوا إلى الأرض، لأنكم خلقتم للأرض ولم تخلقوا للجنة، أنتم خلقتم للتكليف لأداء رسالة معينة، اهبطوا منها جميعا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اهبط آدم عليه السلام واهبطت حواء عليها السلام إلى الأرض. جاءت كتب التاريخ تبين المواضع التي نزل فيها آدم وحواء عليهم السلام. فأنزل آدم كما جاء في بعض الروايات في أرض الهند، وأمنا حواء أنزلت في منطقة جدة في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية. ثم ظل آدم يبحث عن زوجته حواء إلى أن التقيا في جبل عرفات وازدلف إليها في المزدلف قريبا من عرفات. بدأ الآن عالم الكد، وبدأ عالم الشقاء، وبدأ عالم التعب بالنسبة لآدم، لأن حياة الجنة حياة رغد وراحة وتعب. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لكن حياة الأرض حياة مشقة وتعب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آدم عليه السلام بدأ في عمارة الأرض، وأنزل إلى الأرض ليس كصورته في الجنة، فقد كان في الجنة طويل القامة، قيل كان طوله يزيد على 60 ذراعا، ومكسوا بنور من الجنة،
ففي الأرض نزل عريانا وبدأ يكدح في سبيل جمع طعامه وتسوية لباسه، وبدأت عملية التكاثر، فكانت أمنا حواء تلد له توائم في كل توأم من ذكر وأنثى. وقال بعض العلماء وصل عدد توائم حواء عليها السلام 40 توأم حتى ينتشر ذرية آدم. من هؤلاء الذين ولدوا من أبناء آدم ذكرين أو ولدين جاء في بطنين مختلفين، وهما قابيل وهابيل ابن آدم عليه السلام. وكان كل ولد من الذكور لا يتزوج أخته توأمه أي التي ولدت معه، وإنما يتزوج أخرى. فحصل نزاع بين هذين الولدين، واحتكما إلى أبيهما آدم عليه السلام، فأمرهما أن يحتكما إلى رب العالمين، وذلك بأن يقرب قربانا. فقدم كل منهما صدقة، فتقبل الله صدقة واحد ورد الله صدقة الآخر، إنما يتقبل الله من المتقين. ذكر الله قصة مقتل ابني آدم أحدهما للآخر في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ذكر الله عز وجل أن الرجل أن قابيل لما أراد أن يقتل هابيل، هابيل امتنع على أن يدافع عن نفسه، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فلم يكن في شريعتهم الدفاع عن النفس فقتله. ثم ندم بعد ذلك لأنه عجز على كيف يتعامل مع هذه الجثة، فأرسل الله غرابين يتقاتلان وقتل أحدهما الآخر ودفن الغراب الآخر، فأخذ منه الدرس فحمل أخاه على ظهره وحفر له حفرة ودفنه. واعتزل ابن آدم أباه وبقي بعيدا عنه، وقيل إن كثيرا من الفساد في الأرض سببه نسل هذا الولد القاتل، كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أي لا تقتل على وجه الأرض نفس ظلما إلا وابن آدم الأول سيأخذ حظا منها، لأنه هو أول من سن جريمة القتل على وجه الكرة الأرضية. ولكن آدم كان له أولاد آخرون، وكان من نسله سيدنا شيث عليه السلام. قيل إن آدم عاش أكثر من 1000 سنة، ولا بد لكل حي أن يموت، ولا بد لكل بداية من نهاية. فقال آدم يوما لأولاده: إني اشتهيت بعض ثمار الجنة، اشتاقت نفسي إلى بعض ثمار الجنة. فذهب أبناؤه يبحثون فوجدوا بعض الملائكة فقالوا: أبانا يشتهي ثمار الجنة، وإنما نفسه تاقت إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فوجدوا آدم قد مات ودفن في الأرض عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم السداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.